بصراحة من أول ما اليوتيوب عمل تطبيق مجاني للمونتاج بدون علامة مائية بالإضافة إلى موسيقى مجانية، وأنا بصراحة شاغل بالي بعض منشين المحتوى وعمال أرسم بدل السيناريو 5. هو إيه اللي ممكن يحصل لمنشئ المحتوى اللي بيستخدم علامة مائية على فيديوهاته؟ علامة مائية للكين ماستر للإنشوت لأي برنامج مونتاج، لأن في مجموعة كبيرة جدا من منشئين المحتوى حرفيا بيرتكبوا كوارث على قناتهم، زي مثلا واحدة تنزل لك فيديو من التيك توك تنزله من التيك توك هو بالعلامة المائية بتاعته وتنزله عندها على قناتها. وهنا ترقب ان اليوتيوب يقولك لو سمحت انا مش هعمل اعلان لمنصة تانية، فلما يتم ايقاف الربح على قناتك ما تقلقش، او يتم رفض قناتك في برنامج شركاء اليوتيوب بسبب العلامة المائية. فالسيناريوهات دي عمالة تلعب في دماغي، ايه اللي يخلي شركة زي اليوتيوب تعمل لك تطبيق مجاني الا اذا كانت هي عايزاك تستخدم التطبيق ده بدون علامات مائية علشان ما يكونش عندك اي حجة. ودي نصيحتي لكل منشئ المحتوى، لازم ناخد بالنا من العلامة المائية اللي موجودة على برامج المونتاج سواء كين ماستر، كاب كات، في ان وغيره وغيره وغيره. ولازم تفهم ان كاب كات وان شوت وفي ان انت تقدر تعمل ازالة للعلامة المائية، وحوضحها لك بالتفصيل ان شاء الله في القريب العاجل، واحنا بنتكلم على برامج المونتاج الرائعة اللي هنتكلم عليها الفترة اللي جاية وتطبيقات المونتاج على الموبايل، لان في اكتر من طريقة الفترة اللي جاية لازم تستخدمها انت كمنشئ محتوى، طرق مجانية بدون اي فلوس وبرامج منتجات، مش منتج واحد، منتج اعمل برامج منتج براحتك، موسيقى براحتك، كل حاجة اللي انت عايزها براحتك بدون اي حقوق وبدون اي مشاكل. علشان كده كل اللي بطلبه من حضرتك انك تختار البرنامج الصح او التطبيق الصح. لو انت شغال على الموبايل فعندك في ان وعندك كاب كات، الاتنين حلوين، بالاضافة الى ان شاء الله التطبيق الجديد اللي هينزل من اليوتيوب ان شاء الله في الدول العربية الفترة اللي جاية. اما بالنسبة للكمبيوتر فعندك اكتر من برنامج وهشرحهم لك بالتفصيل وطريقة تنزيلهم وطريقة استخدامهم والفرق بين ده وبين ده وبين ده وايهما افضل، كاب كات ومايكروسوفت كليب كابس او كليب شامب، حاجة زي كده بتهيألي بالشكل ده، ان شاء الله هنشرحه بالتفصيل. ومهم جدا البرنامج ده لأي منشئ محتوى عنده كمبيوتر، مهم جدا، لانك لو استخدمته هتستخدمه بشكل افضل بكتير جدا من اي برنامج مونتاج حتى في الترجمة، وهنشرح استخدامه في الترجمة الفترة اللي جاية. فالبرنامج ده ممكن من خلاله تعمل مونتاج، ممكن من خلاله تعمل كابتشن على او كتابة على الفيديوهات، ممكن تعمل من خلاله ترانسليت ترجمة لفيديوهاتك على اليوتيوب او على اي منصة. بصراحة انا حبيت اتكلم النهاردة عن الاخطاء الكارثية اللي ممكن يقع فيها كتير جدا من منشئ المحتوى، واتكلم عن سيناريو ممكن يحصل في يوم من الايام من اليوتيوب علشان نتجنبه من الفترة اللي جاية، ونشتغل بتطبيقات سهلة جدا نتعود عليها من دلوقتي. لو كين ماستر بالنسبة لك حلو ممكن تشتريه طالما حضرتك بتستفادوا منه ماليا اخر الشهر، بتاخدي فلوس فادفعي وتعلمي وخدي، بدل ما يبقى عندك علامة مائية تضرك في قناتك فادفعي دلوقتي احسن ما قدامي يتم كل ايقاف كل حاجة. هل كده انا بتوقع؟ لا، انا بقول سيناريو ممكن يحصل ومش عايزه يحصل، وعايز قناتك تبقى بدون علامة مائية، وعايزك برضو لما تيجي تستخدم برامج المونتاج او برامج اللي ممكن تستخدمها زي كامانتازيا بعلامة مائية في المورا بعلامة مائية ما تستخدمهاش برضو حتى على الكمبيوتر، فاهمني؟ فمش عايزين اي علامة مائية، عايزين نشتغل على اليوتيوب، لان خد بالك اليوتيوب الفترة اللي جاية هننزلك علامة مائية على الشورتز، علامة مائية هتبدأ تظهر على مجموعة كبيرة جدا من القنوات الفترة اللي جاية، ودي تقريبا محدش اتكلم عنها غير متوحد فكرة من فترة، ودينا بنجدد الكلام عليها ان الفترات اللي جاية هيبقى في علامات مائية موجودة عندك على الشورتز، واليوتيوب عايز يضيف لنفسه اعلانات ويضيف لنفسه قيمة ويعمل زي ما يكون علاقة وثيقة. يعني عايز اقولك ان كاب كات والتيك توك الاثنين نفس الشركة المصنعة، فبينهم ارتباط كبير جدا 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 لنفس الشركة. اليوتيوب حابب يعمل كده بتطبيق جديد، واتمنى يكون التطبيق نازل بشكل قوي شوية. يعني انا لما جيت استخدمته في البداية برضو التطبيق مش الافضل، يعني حتى يعني عادي
مش واو يعني، مش هتشرح ولا نتكلم عنه، لكن انا مستني اليوتيوب يكون اقوى بكتير جدا. ما تحاولش تستخدم اي برامج مونتاج من غير ما تكون في دولة محددة، يعني ما تروحش تستعجل وتنزل اليوتيوب كرييتور بـ VPN وتروح تفتح ادسنس فتدمر ادسنس بتاعك علشان تنزل برنامج ايه مونتاج. لا، روى وكل حاجة هتيجي في وقتها، وعندك برامج بديلة زي كاب كات وفي ان تقدر تستخدمهم بدون علامات مائية الفترة اللي جاية. ولو انت كاب كات عندك تقيل الفترة الاخيرة لان في تحديثات كتير جدا هتنضم الى كاب كات، منها كابتشن، منها الانتقالات، منها حاجات كتير جدا، حتى الفيديوهات هتبقى على الكاب كات. لو الفترة اللي جاية ان شاء الله لقيت تقيلة عندك لازم تستعين بالبديل، والبديل هنا في ان. في ان ممكن يكون اقل شوية في الايه، في الكثافة او التقل على الهواتف، لان الكاب كات احيانا بتلاقي الكلام سابق الصوره والصوره سابقه الكلام، فممكن تعيد مونتاجته تاني، ممكن تشتغل على حاجات تانية. انا عندي ناس كتير جدا في القنوات اللي انا ماسكها بيعملوا الفيديو مرتين، مره بي في ان ومره بكاب كات، ويشوفوا الفرق بين الاثنين، بيلاقوا الفي ان احسن على تليفوناتهم. فركز في الحته دي. شكرا للجميع، كان معاكم المرجع الاول لمنشئ المحتوى، بيقول لك بلاش علامه مائيه على فيديوهاتك يا صديقي. نتقابل في فيديو جديد، الى اللقاء.